قبل ما ادخل على محطه اخرى، عندنا الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالاهرام بعت لك كلمتين عاوزك تسمعهم وترد عليه. الكلام عن ابراهيم حجازي لو فعلا هنتكلم لن يتوقف. ابراهيم حجازي مش مساله انه محرر رياضي فقط، لا، هو يتجاوز فكره المحرر الرياضي او الكاتب الرياضي الى فكره فيلسوف رياضي. هو يفهم مستواه في التفكير متجاوز فكره الكتابه الرياضيه العاديه التي نراها من كثير من النقاد والرياضيين. هو عنده مفهوم للرياضه، ومفهوم الرياضه يتجاوز فكره البطوله الى فكره عموم الناس، ان الشعب الرياضي هو شعب اكثر صحه، والشعب الاكثر صحه هو اكثر قدره على التفكير المنظم وعلى الانتاج. وهو دائما ينادي بهذا. وهو طبعا وهو موجود حاليا في مجلس الشورى المصري، بطلب من مجلس الشورى انهم يسمعوا ابراهيم حجازي كويس قوي، والافكار اللي موجوده عنده هي ممكن تنقذ صحه كل الاجيال الجديده القادمه لمصر، بحيث نربي اجيال اجسامها سليمه وعقولها سليمه. احنا احيانا في كشوفات مقدمه للكليات العسكريه بتاع بنلاقي بعض المشاكل الصحيه في العمود الفقري، في حاجات كثيره. وهو دايما كان يتكلم مقالات كثيره جدا يتكلم فيها عن الصحه النفسيه والرياضيه والبدنيه للشباب. هو مهموم قوي بفكره، وانا اعتقد انه حاليا بيعمل برنامج او كتاب عن التاهيل، يدرس عن تاهيل الاجيال الجديده. ابراهيم حجازي كمان اتعلم على ايد استاذ عظيم اللي هو نجيب المسكاوي، واي حد يقترب من نجيب المسكاوي، لان الاستاذ نجيب المسكاوي مش مجرد برضه كاتب رياضي عادي، قيمة وقامة عالية جدا جدا جدا، لأن نجيب المسكاوي أقرب لفكرة الأديب منه للمحرر، وطبعا عنده ترجمات خارج الأدب، وبالتالي هو اتعلم وتشرب من نجيب المسكاوي المفاهيم العظيمة للرياضة. لو هوصفه في لقب في الحقيقة، يعني هو اختار لقب شعبي، لأن أنا متربي في حي شعبي، فكرة الجدع بمعناها الحرفي. هذا رجل جدع، ده بالنسبة لي سواء في الرياضة، سواء في الجزء الإنساني، سواء في الحياة الاجتماعية، سواء في كل حاجة، لا جدع. هتقول إيه للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر على الكلام الجميل ده؟ أنا بكن له كل الاحترام، هو شخصية مهذبة وشخصية جميلة بمعنى صح. والله طبعا وصفك جدع. احنا تزامنا في الأهرام الرياضي، وطبعا احنا بحكم ان انا قعدت 24 سنه في نقابه الصحفيين عضو مجلس النقابه، الاستاذ نبيل عمر يعني هو من انا بعتبره من اعظم كتاب اللي موجودين حاليا. نعم. يعني هو على قدر كبير جدا من الثقافه والوعي حقيقه، وانا بشكره على اللي بيقوله. يعني هو بيقول حاجات اكتر من نستحقها الحقيقه. لا ازاي،